إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، عدنا لكم بعد انقطاع البث. فمرحبا بكم مرة أخرى مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. دائما نتواجد بواد بوفكران. إذن أحمد عبدو، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، تقبل الله صيامكم. إذن كنا معكم في واحد المباشر انقطع البث. أفيا شاديري أولا بوينو دياس. إذن مرحبا بكم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. فكما كنت كنقول لكم في اللايف اللي قبل أقطع، فكاينة واحد المعركة وقعت هنا في هذا الواد هذا في أيام الاستعمار الفرنسي. فالقليل منكم اللي غادي يكون عارف هذه القصة أو هذه المعركة. فهنا في هذا الواد هذا، واد بوفكران، فوقعت معركة بين الاستعمار الفرنسي والمكناسيين بسبب هذا الواد هذا، لان الاستعمار الفرنسي كان حبس هذا الماء هذا على الناس ديال مكناس، الناس ديال العاصمه الاسماعيليه. فلهذا وقعت هذه المعركه وسميت معركه واد بوفكران نسبه الى هذا الواد. فالكثير منكم مغاربه العالم ما كيعرفش هذا القصة أو هذه المعركة، لكن حنا كبوفكرانيين وكمكناسيين فحنا عارفين أن واد بوفكران في تاريخ المغربية. إذن كما كتشوفوا معنا مغاربة العالم، فهذا هو واد بوفكران الذي وقعت فيه معركة واد بوفكران أيام الاستعمار. فسبحان مبدل الأحوال، فهاد الواد هذا كان عامر بالماء، فكما كتشوفوا ما بقاش فيه بزاف. نعم الأخ الكريم، منظر جميل جدا. السلام عليكم قناة شوف تيفي، قناة منبر لا منبره، قناة صوت الشعب. تحية أخي من الكلمة الوضع، تحياتي لك ملك نور. فقناة شوف تيفي قناة الشعب، أنتم سميتموها قناة الشعب، وهي كذلك مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. إذن كما قلت لكم مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، فهنا كانت وقعت معركة سميت بمعركة واد بوفكران نسبة إلى هذا الواد. فكان سبب النزاع بين الاستعمار الفرنسي والمكناسيين، لأن الاستعمار الفرنسي كان قطع الماء على الناس ديال مكناس، لأن هذا الواد هذا واصل حتى المكناس العاصمة الإسماعيلية، وكانوا يسمونه بالواد أو الماء الحلو. فالاستعمار الفرنسي كان كيستغل هذا الواد هذا باش يسقي داك الشيء اللي كانوا كيديروا هنايا في بوفكران، وحبس الماء على الناس ديال مكناس. فوقعت معركه هنا سميت بمعركه واد بوفكران، فهي كاينه في تاريخ المغرب، نفتخر بها كبوفكرانيين وكمكناسيين وكمغاربه ايضا. فكما كتشوفوا منظر جميل جدا مباشرة من واد بوفكران. مكان رائع أخي، يستحق المشاهدة. كوكيما نعم. إذن غادي نحاول نبعد شوية باش نوريكم الواد كامل. بونجور فرانسي، بونجورني عبد الإله، مرحبا بك الأخ الكريم. إذن فكما كتشوفوا معنا مغاربة العالم مباشرة من واد بوفكران.
فكما قلت لكم فالكثير منكم ما كيعرفش معركة واد بوفكران التي وقعت هنا في هذا الواد، وقعت بين الاستعمار الفرنسي والمكناسيين، لأن الاستعمار الفرنسي كان حبس هذا الماء على الناس ديال المكناس، فوقعت معركة هنا سميت بمعركة واد بوفكران. فمرحبا بكم مباشرة من واد بوفكران مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. فبغينا نوريكم هذه المناظر الجميلة باش يدوز صباحكم إن شاء الله مزيان، وبغيناكم أيضا تعرفوا القصة ديال هذا الواد هذا. فصراحة خاص المسؤولين يزيدوا يتهلاو في هذا الواد هذا، لأنه مفخرة لنا كمكناسيين وكبوفكرانيين، نفتخر بهذا الواد. Je suis d'origine de Meknès. مرحبا بك عبد الإله طويل من وجدة، صباح الخير، جميل جدا. مرحبا بك مصطفى. واش بوفكران في مكناس؟ كوكيما، فبوفكران تقع حوالي 18 كيلومتر على مدينة مكناس، وهذا الواد هذا واصل حتى لمكناس. فكما قلت لكم فالاستعمار الفرنسي كان حبس هذا الماء هذا على الناس ديال مكناس، لحقاش كانوا كيستغلوه الاستعمار هنا في الساقي وداكشي، وحبسوا على الناس ديال مكناس باش ما يستغلوش. فوقعت معركة هنا سميت بمعركة واد بوفكران. فهذه هي القصة ديال واد بوفكران مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. فكما قلت لكم في الأول ديال المباشر، فالكثير منكم ما غاديش يكون عارف القصة ديال هذا الواد هذا. فنحن ارتأينا كطاقم شوف تي في باش نعود لكم القصة ديال هذا الواد هذا. فإلا قلبتوا في تاريخ المغرب غادي تلقاو معركة واد بوفكران، المعركة التي وقعت هنا مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن. إذن على هذا المنظر الجميل مغاربة العالم داخل وخارج أرض الوطن، أقول لكم إلى اللقاء، أستودعكم الله، إلى اللقاء في مكان آخر، موضوع آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.